السلام عليكم. اليوم جيتكم بتشكيله جديده ولا فيديو جديد تاع الكعكات. هنايا درت الطليه ورانا رايحه نديرهم بديكوراسيون مختلفه، ولا حبيت تقولوا طريقه تزيين مختلفه. هنا عندي الطليه هذه اللي درتها معكم، تلقاوها في فيديو تاع العرايش بالتفصيل، يعني ما قدرتش نعاود نديرها لكم باسكو واش ما يديناش الفيديو طويل. طريقه الطليه ديالي هكذا، انا نطلي هكذا، من بعد تسناو الطليه ديالكم كامل حتى تحبط بعقلها، جو قطروها بيان في هاد الريسيبيون ديالكم، من بعد حطوها فوق هذيك لا غري ولا كاش غرياج. من بعد هنا عندي طريقه التزيين، استخدمت هاد الورود وهاد الورق، خدمتهم باتا سكر بون، لونت بلي كولورون، ديت كولورون فير وكولورون روج. اللي ما عندوش كولورون ليكيد يحلها في شويه تاع مزر ويبدا يضيف بقطرات صغار في باتا سكر. هنا من بعد شديت حطيت هذيك الورقه قبل ما ينشفوا، حطوا الورقه هذيك الورده الصغيره وهذيك هذيك الورده الكبيره وهذيك الورده الصغيره، وهادو لي بير ما حبيتش نخلي هذوك لي بور ولا هذوك لي ترو صغار هكاك فارغين ولا هكا ديك الثقبه هكاك تبان، قلت نزيد لها هاد لي بير. بون هذاك اللي تحتها حاشاكم ماشي حاجه دي كونسي ولا حاجه ماشي مليحه، هذوك شوكولا يعني كنت ندير الطليه. هادو ليمون اللي خدمت بهم، هذاك الفيغ كنت درت له ناكري فيغ باش ما يلصقليش كي تخدموا بطاطا سكر. من بعد نوريكم كيفاش تخدموا بها. هنا بعد ما نشفوا لي خليتهم حتى الصباح باش ينشفوا بيان ويجوني ساهلين. هنا كنت بديت نخدم فيهم، دوك نوريكم كيفاش ديروا لهم باش يجيوكم بريزونطابل. الوغ هنا واش درت، قلبت الحبه ديالي بعد ما نشفت بيان، واش ندير لها دوكا نطاييها، يعني نسقب لها كاع الحواف ديالها باش لا فورم تاعها تكون شابه وما تكونش تاني في نفس الوقت معوجه هكا. حتى هذاك لو تخول داخل لهذاك لو بور سقموه تاني كامل مليح باش لا فورم تاع الكعكات ديالكم يجوكم سوا سوا، يعني هكذا سقموها كامل مليح. انا خديت هنا ساشي، خدوا اي ساشي عندكم باش تجيكم طريقه عمليه اكثر اون بليس ما توسخوش. عندي هنايا هذا الماكري، دوك نزومي لكم بيان في الكاميرا باش تبان، ملون غذائي فضي لماع، يعني ناكري ارجون ارجون ناكري ارجون بريونتي. ومن بعد هنا عندي بونجا، هذه كانت عندي في الدار قسمت نحيت منها شويه بصح ما جاتنيش عمليه بزاف، نحيت دوك منها هذاك شويه هذاك الاورانج اللي من تحت هذاك المورسو باسكو ما تدخليش في هذاك لو ترو ولا هذاك لو بور اللي راهو لداخل. انا فرغت شويه في الطبسيه شويه تاع الناكري، دوك نمسح كامل الحبه ديالي باش تكون كامل بريونتي وتجي لا كولور تاعها بزاف شابه وبريزونطابل اون ميم طون. هنا تمسحوا دائما كامل الحبه ديالكم. بون الى ما درتوش هادو باتا سكر تسناو حتى تنشف كامل الحبه تاعكم، تمسحوها كامل وديروا لا ديكوراسيون ديالكم، هادوك الوردات اللي يجوا في الوسط ولا هادوك اللي يدخلوا في الطرف. اما الا كملتوا هكذا نورمال تجيكم سهله، هو كيفاش تجي الحبه ديالكم بريزونطابل. الوغ هنا شحال خرجت لي من حبه، خرجت لي واحد 45 حبه. لا قلت لكم لا فيديو ولا طريقه التحضير تلقاوها كامل فيديو تاع العرايش العجينه والطليه، في فيديو تاع العرايش طريقه التشكيل تلقاوها في لا فيديو تاع قولوا لي عليها تاع عرايش عفوا كعكعات بذوق البرتقال. معليش انا بيد ما نعاود معكم وحده، شوفوا وسمعوا مليح واش درت. ديت 250 غرام تاع مارغارين، انا خدمت بلابيل دائما نخدم بلابيل، خدموا باي مارغارين عندكم نتوما. ديت نص كاس زيت، نص كاس ما زهر تزيدوا لها كاع في هذاك الريسيبيون ديالكم، وتزيدوا لها زوج مغارف كبار تاع السكر كلاص، يعني سكر كلاصي ولا سكر كلاص. من بعد واش ديروا، تلموا العجينه ديالكم بيان سور، ديروا لها لافاني عفوا ومبشور الليمون اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه ويدير غير لافاني. من بعد تخلطوها بيان حتى تولي على شكل كريمه، من بعد تبداو تضيفوا الفرينه ديالكم. انا الفرينه دات لي بخس كيلو، واحد كيلو هكذا تاع فرينه. من بعد ديروا رشه صغيره تاع لا ليفور باش يجيكم هشاش، ومن بعد تلموا العجينه ديالكم. كما قلت لكم طريقه التشكيل تلقاوها في فيديو تاع الكعكات. هنا درت لكم دو موديل ديفيرون، يعني قعدوا لي هذوك الورقات ما حبيتش نرميهم، خيرت نديرهم هنا. والحشوه ولا الحشو لافارس، عندكم 3 كيلات تاع كاوكاو محمص ومطحون،
انا واش درت له باش تروح له الريحه، نشفته بيان يعني دخلته للفوق حمصته خرجته ونشفته. هنا شوفوا كيفاش يجي الشكل ديالهم، يجيو بزاف شابين وثاني بزاف بريزونطاب. تبعوا الطريقه باش يجيكم هكذا. نكمل لكم على الحشوه ومن بعد ديروها 3 كيلات تاع كاوكاو ولا لوز اي حاجه عندكم، مع كيله تاع سكر عادي من غير فامارغارين مبشور البرتقال لوزاس تاع عفوا لوزاس تاع القارص مبشور الليمون، وثاني تسحقوا مغرفه تاع مارغارين باش يجي الحشو تاعكم طري، وتلموا بالماء زهر. هنا نقسم لكم حبه تشوفوها كلش، تلقاوه في فيديو تاع الكعكعات وفيديو تاع العرايش. تبعوا برك طريقه بيان، شوفوا شحال تجي يعني الحبه تاعنا طريه، حتى هذيك الطليه ثاني تجي طريه. شوفوا ما شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو تاعنا هذا اليوم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساوش ما تبخلوش عليا بلايك وتبارطاجيو لا فيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. ما عليا غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، صحه فطوركم صحه سحوركم، نلقاكم في فيديوهات اخرى.